الحمد لله احنا دخلنا في هذه المنافسه باش نشرفوا الكره الجزائريه في المقابله هذه تاع اليوم كانت ترتيبيه وكنا باغيين نحطوا كاع واش عندنا باش نمثلوا الكره الجزائريه احسن تمثيل نخرجوا بمرتبه مشرفه والاداء تاع اليوم والنتيجه اليوم خلاتنا نندموا على المباراه اللي ما قدمناهاش كان اداء تاعنا بارابور الماتش تاع اليوم كان اداء ماشي 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 في المستوى المقابله هذه كنا بيا كونسونطري باسكو كثرت الهضره علينا نظن الفريق تاعنا راه في المونديال وكي تشوف المقابله الاولى نظن ما احنا كلاعبين اونيتي ديسي بروندمون تاعنا مي نظن اليوم ادينا مقابله كبيره